الله يعطيكم العافيه. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. عم الحمد لله شاتر. الله يعطيك العافيه. من وين حضرتك؟ حضرتي من شطيب، من شرق حماه. من شرق حماه. اي زوجتي حضرتك فهمتي. الله يعطيك العافيه. كيفك؟ شو الاخبار؟ ايش الاخبار؟ الامرار بيشتغل الشغل، بيشتغل بالحفوضات، بنشتغل على دينا، بنلقط حطب، بنطبخ، بنخبز على دينا، كل شغلنا يدوي. قديش بتطلع يوميتك تقريبا؟ بس تطلعي كل شهر بيشتغل ب 30 ورقة 10 15 هيك. بالشهر كله يوم واحد بس، يعني يوم يومين شقد وقت بتجي حمل حفوضات بنشتغل، ما بيجي قاعدين. وانت القائمه على اي والله انا وياي، وهي اللي بتساعدك وهي اللي بتخدمك، مساعدين بعضنا كلياتنا. ما شاء الله. كم سنه صار لكم متزوجين؟ مش بعرف. 80 لهلا متزوجين. 80 لهلا ما مليتوا من بعض؟ من الملينا من الملينا، ما نتم الحياه مع بعضها لحتى الله يخلص اجلنا. الله هيك يطول بعمرك. الله يسلمك، يعطيكم ايام حلوه يا رب. ملينا من الملينا، الحياه انفضت علينا. كيف تزوجتوا؟ يعني عن طريق هيك الوالد طلب، ولا كنت بتعرفها للخالة قبل؟ بنت عمي يا اخي. بنت عمها. يعني تزوجتها عن حب ولا هيك؟ لا حب ولا شيء. لا حب ولا في لا شيء. حب ولا شيء. في ولا شفتها يمكن مرة او مرتين. بالله العظيم. والله. طب ندمان شيء؟ لا ما ندمان. مالك ندمان؟ لا ما بنت اصل بالنهايه. ايه بنت عمي يا اخي، بنت عمي. ما شاء الله ما شاء الله. ندمان شيء؟ لا. 35 سنه تقريبا. 40 42 سنه. 42 سنه. هلا خي عمي، نحن برنامج مسابقات سؤال وجواب. تفضل. تمام، سؤالين لك، سؤالين للخالق. انا ما بعرف اجاوب. لكن انا بعرف شغلات انت بتعرفيها. طيب اول شيء للخالق، شاطره بالطبخ؟ شاطرين بالطبخ وبالخبز، وعم التنور عم نخبز عليه. كيف بتنعمل اكله الباميه؟ كيف تعمل الباميه؟ هلا اشرحي لنا هذا السؤال. السؤال هذا بنترم هالبسطه، بنحط لها اللحمه او هالتقلاي، وبنحول نحوسها دور، بنحط البندوره الدمار النمر السمر، نطبخ البندرة تستوى من تفرها المي ونكتلها البامي. هذا اللي احنا هيك نطبخ. خلصت القصة. شو نعمل جنب البامية؟ نرز. ايش بدك تعمل؟ ما شاء الله عليك. طيب جاهزتك الأولى، تفضل. ايش بدي اعمل؟ الله يعطيك العافية. سؤال ثاني كمان لك. ايش في هالسؤال؟ ما أعرف. أعطينا شغلة بتحبيها وشغلة ما بتحبيها بعمي أبو عبد. كله ايش بدي منه كويس علي؟ شغلة بتحبيها، شغلة ما بتحبيها. بحب كل شيء وعنده. بتحبي كل شيء؟ ايه. ما في شغله ما بتحبيه؟ لا ما في، الحمد لله. الحمد لله. يعني مثلا مو عصبي، مو عنيد، مو بخيل؟ لا لا ما هو هذا التوب ما اقوله. ما شاء الله والله الحمد لله ما في عندي شيء من هالمشاكل. لا والله الله يرزقنا هيك زوجة صالحة مثل ما الله رازقها خالتي. ايش بدي كيف لك هاي يعني؟ ولا سيئة. لا ما له ولا سيئة. حتى لو في سترت عليك. لك ولا سيئة؟ شو في عندي سيئة؟ ما عندي شيء. وحتى لو في سترت. لا ما في. طيب جائزتك الثانية. الحمد لله ما في سيئات. الله يعطيك ألف عافية. لعند عمي أبو عبد، أنت زلمة مزارع. أيوة. نسألك بالزرع. أيوة. تمام؟ تفضل. البندورة شتل ولا شجر؟ في من الزرع زرع أو من الزرع شتل. تزرعها زرع؟ بنزرعها عابلة صغير بنعود نشتلها. طيب في شتل وفي زرع. فيها جيبها مستوري من يعني البندوره ممكن يطلع من الشجر؟ لا لا لك زراعي كلها زراعه. طب ليش معصب علي؟ خلص زراعه هي كلها زراعه. ما بقى خيص هي جاستك ولا معصب علينا يا زلمه؟ هي كلها زراعه. في يزرعوها عند هذيك فيها جين. في شيء بيتركب على الدولاب الامامي مشان على الطجات وعلى الحفرات الميتور ينزل ويطلع بشكل سهل. ايش؟ لا مو فريم، رواصير. رواصير. رواصير لهم اسم؟ ما بعرف غير تصور. ما بعرف غير اسم الرواصير. صح رواصير. برافو عليك عمي، تفضل. لك لا وانا الامي يا رجل. أيوة. ما شاء الله عليكم. الله يعطيكم الف عافيه وهيك يديم عليكم الصحه والعافيه. الله يعافيك ان شاء الله. هيك المره الجايه بنجي بنزوركم عندكم في الضيعه. فوت شوف لنا الغرفه صوريها. لا 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 ما بدنا، خلاص نحن شفناكم وتشرفنا فيكم. الله يعطيك العافيه. الله يسعدكم يا رب. يلا السلام عليكم. الله يكرمكم يا رب. عمي انت خلط جبهه. برافو عليك انت والله بطل. صدقا بالله